إكرام وحلقة جديدة من النيل مباشر. نصرت في هذه الحلقة ملفين رئيسيين. الملف الأول يتعلق بالدعوات الأممية العربية للضغط على إسرائيل للتخلي عن مخطط الضم. وفي حلقتنا أيضا اليوم استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية. فاصل قصير ونبدأ معكم هذه الحلقة، ابقوا معنا. دعوات أممية عربية من أجل الضغط على إسرائيل كي تتخلى عن خطة الضم للأراضي الفلسطينية. الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جواتيريش قال لمجلس الأمن أن الضم يشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي ويضر بفرص حل الدولتين ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات. كما أرسل 1080 نائبا أوروبيا من 25 دولة أوروبية إلى قادتهم أرسلوا خطابات لحثهم على وقف مخطط الضم، ويقولون أن مثل هذه الخطوة تقضي على فرص عملية السلام. أيضا وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن لدى الفلسطينيين ائتلافا يضم 192 دولة ضد خطة الضم الإسرائيلية. أما الناطق باسم السلطة الفلسطينية الدكتور نبيل أبوردينا قال إن في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم فستكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية ردا على الخطوة الإسرائيلية. نتابع أولا وهناك هذا التقرير وبعده نتابع النقاش في هذه الحلقة من النيل المباشر. ضاربة كل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطفاء شرعية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة سبق أن استولت عليها، والمضي في طريقها قدما لتنفيذ مخططها بضمها. ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد حدد الأول من يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه أشاروا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد، فيما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه قد يعلن عن خطوة رمزية فقط كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس. وفي الوقت الذي دعمت الولايات المتحدة ضمنيا مخطط الضم غير المشروع، فإن معظم المجتمع الدولي يعارضه وبشكل صريح، حيث اعتبر أشد المدافعين عن إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له أوردته صحيفة إدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستكون متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى. وأضاف جونسون أن الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين. وتعارض الدول العربية وفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة مخطط الضم. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 67 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي عام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا. وبدأ المتظاهرون في مدينة غزة بالتجمع للتظاهر، كما ستنطلق تظاهرات أيضا في كل من غور الأردن ورام الله وأريحة، فيما اعتبرت حركة حماس أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب. مزيد من المتابعة نذهب مباشرة إلى رام الله، حيث انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بحضرتك دكتور مصطفى. أهلا بكم، تحياتي لكم. فندم، يعني واضح أن هناك حالة من الرفض ليس فقط عربيا ولكن أيضا على المستوى الدولي. في اعتقادك هل إسرائيل ستتراجع عن الضم أم تؤجل التنفيذ أم تمضي قدما في مخططها دكتور مصطفى؟ إسرائيل لن تتراجع ما لم يتم فرض عقوبات حقيقية عليها. إسرائيل الآن تتلاعب بالوقت وتحاول أن تقوم بخطوات تكتيكية لامتصاص النقمة وامتصاص ردود الأفعال القوية ضد إجراءاتها، بالتالي قد تقوم بضم زاحف بدل ضم شامل وفوري. ولكن المبدأ الأساسي أن استراتيجيتها قائمة على تدمير إمكانية قيام دولة مستقلة فلسطينية،
على الاستيلاء على 62% من أراضي الضفة الغربية وتقطيع ما تبقى إلى كنتونات ومعازل فيها نظام أبرتايد عنصري. هذا التغير الاستراتيجي، هذا الاتجاه الاستراتيجي ما زال قائما، لابد من كسره بفرض العقوبات والمقاطعة. لذلك يجب أن لا يسترخي أحد بسبب تكتيكات إسرائيل التأجيلية أو التباطؤية. المسألة الأساسية أن يلغى المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي بكامله. طب دكتور مصطفى، يعني ما الذي يمكن أن يملكه الفلسطينيون في هذا التوقيت إذا هذا حالة الرفض الدولية للخطوة الإسرائيلية؟ ثلاثة أمور. أولا إنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصف الوطني، ونحن نتقدم الآن بصورة جدية وجيدة في اتجاه تفاهم فلسطيني داخلي لبناء جبهة موحدة في مواجهة الضم. الأمر الثاني أن يتم تصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان. والأمر الثالث البناء على المجتمع، على ما حققه المجتمع الدولي من إدانة بتصعيد حركة لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل حتى تنهي الاحتلال وكل نظام الأبرتايد العنصري في كل فلسطين. طب يعني أتوقف أمام النقطة الثانية وهو تصعيد المقاومة الشعبية. يعني كان هناك خطوات إسرائيلية سابقة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، نقل السفارة وما إلى ذلك، ولكن هل رد فعل الشارع الفلسطيني هذه المرة قد يختلف عن رد فعل الشارع الفلسطيني إزاء خطوات إسرائيلية قامت بها من ذي قبل؟ بالتأكيد، نحن كان لدينا مظاهرات بعشرات الآلاف في أريحة، في فصائل في الأغوار، في بردلة في شمال الأغوار، واليوم في قطاع غزة. وأنا أرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، اتجاه استنهاض طاقات الشعب والجماهير التي يمكن أن تصبح أكثر بما لا يقاس امرأة وحدة وطنية فلسطينية وقيادة وطنية فلسطينية موحدة أمامها. هذا ما نسعى إليه، وأنا آمل إن استمرت إسرائيل في مخططها أن تتحول هذه المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شعبية حقيقية. إلى أي مدى يمكن أن تراهن دكتور مصطفى أن إذا ما قامت إسرائيل بهذه الخطوة سوف تتحول هذه التحركات الفلسطينية على الأرض إلى انتفاضة؟ أنا أراهن على ذلك تماما، ولكن الانتفاضة لا تحدث بجرة قلم ولا بقرار وكبسة زر. الانتفاضة تحدث من خلال تعبئة شعبية واسعة ووسائل لدعم صمود وبقاء الناس، وهذا ما نسعى إليه. ولكن كل ذلك لا يمكن أن يصبح سهلا إلا إذا كان لدينا هيئة أركان موحدة فلسطينية مشتركة تخطط وتعمل بشكل فعال وملموس، وهذا ما نسعى إليه. طب يعني السلطة الفلسطينية لو وحد باتخاذ إجراءات قاسية دكتور مصطفى بحسب ما صرحت به الرئاسة الفلسطينية، هل من ضمن هذه الإجراءات قد تتوقع أن يتم إلغاء السلطة الفلسطينية ومن ثم تتحمل إسرائيل تبعات الفلسطينيون الموجودون على الأرض كقوة احتلال؟ هل تتوقع أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلى مثل هذه الخطوة؟ أولا السلطة قد تنهار بحكم الإجراءات الإسرائيلية. إذا احتجزت إسرائيل أموال ضرائبنا التي ندفعها من عرق جبيننا ستنهار السلطة. ولكن بالنسبة لنا نحن لا نريد أن نعطي لإسرائيل ما نجحنا في بنائه رغم أنف إسرائيل من نظام تعليمي ونظام صحي ونظام اجتماعي وغيره. هذا يجب أن يبقى بأيدينا. الذي ألغي هو التنسيق الأمني، وهذا لا يجب أن يعود مرة أخرى أبدا. يعني نحن نتحدث عن تغيير وظائف السلطة وفي نفس الوقت إعادة نقطة الارتكاز إلى حركة التحرر الفلسطينية بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية التي يمكن أن تكون البيت الجامع لقيادة وطنية فلسطينية موحدة. باختصار السلطة الآن أعلنت عن وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات. إذا أقدمت إسرائيل على ضم ولو شبر واحد يجب أن تسحب السلطة ومنظمة التحرير اعترافها بإسرائيل، وأن تلغي كليا أي تفاهم أو أي اتفاق معها بشكل كامل ونهائي. ماذا تعني هذه الخطوة دكتور مصطفى؟ ثمنا غاليا وتعرف أنها ستدفع إن أقدمت على ذلك. ماذا تعني هذه الخطوة على الأرض للجانب الإسرائيلي؟ هذه تعني أن إسرائيل عليها أن تتولى مهامها الأمنية بالكامل، وأنا برأيي وهذا يعني أنها ستدخل في مجابهة مع الشعب. اليوم صباحا في المنطقة التي أسكن فيها في رام الله كانت مجابهة كبيرة بين الشبان والجيش الإسرائيلي. كل أي مكان يدخل إليه الجيش الإسرائيلي سيجابه بانتفاضة شعبية.
سيجابع بمواجهة شعبية. أصلا كل فكرة التنسيق الأمني كانت خاطئة وكانت قائمة على عقيدة غير صحيحة، واليوم تثبت صحة وجهة نظرنا بأنه لا يجوز أن يطالب شعب تحت الاحتلال بأن يوفر الأمن للذين يحتلونه دون أن يستطيع حماية أنفسه منهم. وبالتالي إسرائيل كانت مرتاحة، كان الاحتلال مربح، الاحتلال لا يكلفها شيء. اليوم الاحتلال سيكلفها تكاليف أمنية، الاحتلال سيكلفها خسائر بشرية وربما اقتصادية، الاحتلال سيكلفها مقاطعة. هذه استراتيجيتنا التي دعونا لها لسنوات، أن نجعل الاحتلال ونظام الأبرتايد العنصري خاسرا حتى يزول. يعني أفهم من كلام سيادتك أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية بأكملها؟ تستطيع لفترة، ولكن ستصل إلى مستوى ما وصلت إليه عام 88 عندما نشبت الانتفاضة الشعبية الأولى في عام 87. وفي عام 88 ترسخ الوضع بأن تكاليف الاحتلال أصبحت أكبر من مكاسبه، وهذا ما يجب أن تصل إليه إسرائيل مرة أخرى. في عام 89 و90 كانت تكاليف باهظة، إسرائيل هربت من الموضوع من خلال خداع اتفاق أوسلو وأوقعت الفلسطينيين في فخ، وكان توقيع ذلك الاتفاق برأيي خطأ لأنه حرر إسرائيل من أعباء الانتفاضة الشعبية، وكان غير عادل لأنه تضمن اعتراف فلسطيني بإسرائيل دون أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية، وأهم شيء أن الاتفاق لم يتضمن وقف الاستيطان، وهذا ما ندفع ثمنه اليوم. اليوم إذا وصلت الأمور إلى مستوى انتفاضة شعبية مع حركة مقاطعة ستكون أعظم بما لا يقاس من أي وقت مضى، هذا يعني أن إسرائيل ستتكبد خسائر فادحة بمليارات الدولارات، وإسرائيل حساسة جدا للخسائر البشرية وللخسائر الاقتصادية وللخسائر المعنوية. طب على المستوى الدولي، ما هو تصور حضرتك فيما يتعلق بالتحرك على المستوى الدولي لإثناء إسرائيل عن مثل هذه الخطوة؟ نحن نتحرك على المستوى الدولي مطالب. أولا الموقف الإسرائيلي والأمريكي الآن معزول عربيا ومعزول دوليا، لكن نحن نتحرك خاصة مع الاتحاد الأوروبي في اتجاه مطالب محددة. أولا الاعتراف الفوري بدولة فلسطين ممن لم يعترف حتى الآن، وخاصة دول كألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وغيرها. وثانيا نحن نطالب هذه الدول التي تمثل الشريك الأكبر تجاريا لإسرائيل أن تبدأ بفرض عقوبات عليها، بما في ذلك وقف التعاون العسكري معها، إلغاء اتفاقيات التعاون العلمي التي تضر مليارات الدولارات على إسرائيل، وأيضا وقف التعاون التجاري الذي يعطي لإسرائيل امتيازات، بما في ذلك وقف منح تصاريح الدخول والفيز للمستعمرين المستوطنين المقيمين في الأراضي المحتلة. كل هذه الإجراءات نحن تشكل جزءا من استراتيجيتنا للعمل على الصعيد الدولي، ونحن واثقون أن الشعوب تتعاون معنا بشكل أفضل من أي وقت مضى. نعم، الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية كنت معنا عبر هاتف مرة أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى على كل هذه الإجازات. هذا وقد استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أن تكشف بلاده اليوم عن خطة ضم أراض أخرى بالضفة الغربية المحتلة، على الرغم من تحديد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول من يوليو
موعدا لمناقشة الحكومة الإسرائيلية خطة الضم المثيرة للجدل. وفي موقف بريطاني معارض لخطة الضم، حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حذر رئيس وزراء إسرائيل من الإقدام على هذا الإجراء، مؤكدا أن هذه الخطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومن شأنها الإضرار بعلاقات إسرائيل مع محيطها العربي. فاصل قصير ونتابع معه الملف الثاني في هذه الحلقة، ابقوا معنا. يشهد مطار القاهرة الدولية على مدار اليوم وصول ما يقرب من 38 رحلة دولية من واجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، وذلك تزامنا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 أشهر، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. كان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من اليوم، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات. هذا واستقبلت اليوم مدينة الغردقة وشرم الشيخ بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء طائرتين من العاصمة الأوكرانية كييف في أول رحلاتها إلى مصر بعد توقف استغرق 3 أشهر. بلغ عدد ركاب الطائرة الأوكرانية التي هبطت في الغردقة 173 سائحا، بينما بلغ عدد ركاب الطائرة التي استقبلتها شرم الشيخ 179 سائحا. ولقي جميع الزائرين استقبالا خاصا من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة التي اطمأنت على إجراءات الإقامة الخاصة بهم والتأكد من تطبيق جميع ضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الوقائية. ومن المقرر أن تستقبل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من الوفود السياحية من عدة دول بينها أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا. تفتح اليوم مصر أم الدنيا ذراعها لكل الدنيا بعد أن حالت إجراءات كورونا الاحترازية دون استقبال محبيها من السائحين والزائرين لنحو 3 أشهر، فمرحبا بضيوف مصر الكرام. ومع استئناف حركة الطيران انتظامها من وإلى جميع المطارات المصرية، استقبل مطار القاهرة الدولي حتى ظهر اليوم 13 رحلة من الشارقة والرياض شرقا إلى ميلان غربا مرورا بالخرطوم. أما الشركة الوطنية للطيران فقد حلقت طائراتها من جديد قاصدة 29 وجهة عبر أنحاء العالم، مع تزويد طائرات الشركة بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الركاب. وباستئناف الحركة السياحية إلى مصر، تفتح بعض المواقع الأثرية والمتاحف أبوابها في مرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لسائر المتاحف والمواقع، كما يتم إعادة فتح 5 متاحف هي المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي ومتحف النوبة، إضافة إلى متحف الأقصر. ويتم أيضا فتح 8 مواقع أثرية هي أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومعابد أبو سمبل وفيلة بأسوان، إضافة إلى الكرنك والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر. كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد قررت في 11 من الشهر الماضي استئناف حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز الصحفي المتخصص المتابع لهذا الملف في شؤون المطارات ورحلات الطيران وما إلى ذلك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين يا فندم. تمام، يعني في البداية عايزين نتكلم النهاردة عن الاستقبال لأول فوجين سياحيين أتوا إلى مطار شرم الشيخ وأيضا إلى مطار الغردقة. تفاصيل أكتر عن الرحلتين يا فندم،
والجزء الآخر الوجهات التي ستنطلق منها الشركة الوطنية للطيران من القاهرة لعدة وجهات أخرى؟ في الواقع بالنسبة لمطاري شرم الشيخ والغردقة كانت هناك استعدادات بالمطارين. الاستعدادات شملت الترحيب، شملت أولا ترحيب بالضيوف، ضيوف اللي جايين من أوكرانيا ومن كييف، والضيوف دول استقبلهم يعني عدد من العلاقات العامة بالورود وبالموسيقى وبالأغاني من الموهوبين، إلى طبعا إلى جانب في المقام الأول الإجراءات الاحترازية اللي بتتم وتطبق في المطارات المصرية ومنها مطاري شرم الشيخ والغردقة، منها التعقيم الطائرة ورد الطائر وإقرار للراكب بإقرار براكب تعهد إن هو لم يتعرض لفيروس كورونا أو ده القادم لمصر. حضرتك بتتكلم على راكب القادم، القادمين يا فندم وحتى المسافرين. الإجراءات دي بتتم أيضا كمان إن بيتم تعقيم الطائرة ورشها، والإجراءات بتتم على قدم وساق من ناحية حتى الأماكن اللي بيرتدها الركاب والمسافرين منها صلاة السفر والوصول بيتم تعقيمها أيضا، إلا تعقيم الحقائب، تعقيم الأجهزة، العاملين بالمطارات بيتم متابعتهم صحيح كل ساعتين، في كاميرات حرارية موجودة بالمطار وحجر صحي متابعة الحالة الصحية للركاب والمسافرين سواء كانت أفواج سياحية أو مصريين أو ركاب قادمين بيتم متابعتهم فردا فردا، وفي كاميرات حرارية بتقوم بتسجيل الحرارة درجات الحرارة للجميع للركاب لمجموعة كبيرة. موجودة فين الكاميرات الحرارية يا أستاذ محمد؟ موجودة في مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ والغردقة، ويتم تركيبها في جميع المطارات الأخرى اللي قرر وزير الطيران أنها تم تعميمها لتوفير الوقت والجهد للركاب، بحيث أن الطبيب الحجر الصحي قد يستغرق وقتا بقياس درجة الحرارة لكل فرد، أما الكاميرات دي فتقوم بمسح شامل لمجموعة وبتقوم بالإشارة، في إشارة للفرد موجود على الشاشة بأن ده الفرد ده أو الشخص ده درجة حرارته مرتفعة، وبالتالي الطبيب يتقدم ليه وبيقوم معاه بالإجراءات الصحية، ولو تبين أو اشتباه فعل اشتباه بيتم عزله. باقي الركاب يخرجوا من المطار فورا. النهارده في مطار القاهره زي ما حضرتك طلبت، مطار القاهره اللي في الشركه الوطنيه ليها 14 رحله النهارده، في رحله طلعت تونس الساعه 8:30 صباحا، وفي رحلات للعديد من الدول لندن وباريس ونيويورك وواشنطن. الرحلات دي كلها بتتم من مطار القاهره. في ايضا 20 شركه طيران عربيه واجنبيه بتتعامل مع مطار القاهره الى جانب الشركه الوطنيه في رحلات الاقلاع والوصول او السفر والوصول. كل هذه الرحلات بتتم على قدم وساق. وزير الطيران المدني النهارده قام بجوله تفقديه لمبنى الركاب رقم 2 و3 للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الصحيه وتجديد الاجراءات الصحيه سواء كانت للعاملين او للركاب والمسافرين، وايضا الاماكن. هو الاطمئنان النهارده وزير الطيران اطمئن على الحجر الصحي وتفقد الحجر الصحي، والكاميرات الحراريه اللي موجوده بمطار القاهره اللي تم هي او هو اول مطار تم تركيب به الكاميرات الحراريه، وبعد كده المطارات الثانيه تباعا. الاجراءات الصحيه دي بتتم على قدم وساق. النهارده رئيس الشركه الوطنيه طيب. الطيار رشدي زكريا كان موجود في استقبال اول فوق بيسافر. كل هذه الاهتمام من قيادات المطار. طب استاذ محمد خليك معايا، ارجو ان تبقى معي. ينضم الينا عبر الهاتف ايضا الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. دكتور حسام، بعد التحيه، يعني كنا نستمع للاجراءات الاحترازيه وكيف تهيأت المطارات المصريه لاستقبال حركه السياحه الخارجيه. الى حضرتك تصوراتكم والارقام المتوقعه خلال الفتره القادمه فيما يتعلق بعوده حركه السياحه من جديد الخارجيه دكتور حسام. طبعا هي دي خطوه مهمه جدا، الاجراءات اللي اتخذت في المطارات المصريه، وطبيعي الاجراءات كمان في المطارات الخاصه بمحافظات سياحيه اللي فتحت زي شرم الشيخ ومحافظه البحر الاحمر ومحافظه سيناء ومحافظه مرسى مطروح، ووصول طيران خارجي من اوكرانيا النهارده لمطار شرم الشيخ والغردقه. فدي كلها
بداية بشاير خير جدا وصول الأفواج السياحية وكذلك سفر المصريين للخارج، لأن احنا وصلنا برضو جدول من شركات مصر للطيران للسفر لأوروبا لكذا ديستنيشن في أوروبا لكذا دولة للولايات المتحدة، فده معناه ان احنا واخدين الإجراءات الصحيحة والمقاييس العالمية اللي بتخلي مصر قصاد الدول العالمية والدول المصدرة للسياحة والدول الجاذبة للسياحة السفر ليها آمن، وبالتالي هتزيد الإعداد تباعا. يعني طبعا في بداية أول 7 مثلا لو الأعداد هتصل هندي نسب، يعني حسب أنا معرفش عدد الوصول في الطيارات كام لكل طيارة، ولكن أكيد مع مرور الوقت واكتساب مزيد من الثقة والتعايش مع الموقف هيتزيد السياحة وهتبتدي تتملي الفنادق بنسب 50% وهتزيد عن أكتر، لأن حتى السياحة الداخلية الفنادق بقت مليانة بنسب أكتر من 50%. يعني لا هو في لغايه 50%، انا اسف يعني لا بالظبط، في اوفر بوكينج، في رقم بوكينج متبع يعني، وده الكل ملتزم بيه وما بيلتزمش بيه بيتم التعامل معاه بحسب. لا انا مش قصدي يعني في اوفر بوكينج، يعني هم ملتزمين بس في اوفر بوكينج فما فيش اماكن، يعني ودي حاجه كويسه. طيب خلينا ارجع تاني استاذ، خليك معايا يا دكتور حسام، ارجع ليك تاني استاذ محمد عبد العزيز الكاتب المتخصص في متابعه هذا الملف. استاذ محمد، يعني هل في عدد نسبة معينة بيتم الالتزام بيها في رحلات الطيران القادمة أو الوافدة لمصر؟ وحركت تاني حاجة، يعني هذه الحركة من الطيران هل تم اتباع، نحط المشاهد في الصورة، الجانب الرقمي، التحول الرقمي اللي تبنته شركات الشركة الوطنية للطيران؟ ما هو الجانب الرقمي اللي ظهر مؤخرا واللي لازم يلتزم به اللي هيقوم بهذه الرحله من الركاب؟ اولا شركات الطيران يعني هي بيتم اول رحله او الرحلات المتجهه لاي دوله في العالم بيكون في موافقات من سلطه الطيران المدني المصري وسلطه الطيران المدني في الدوله اللي هتوجه اليها الطياره او القادم منها الطياره لتنظيم رحلات، وهذه الرحلات كانت موجوده مسبقا. يعني لو قلنا على سبيل المثال للحصر ان مطار القاهره بيستقبل في اليوم الواحد 350 رحله في المتوسط او في متوسط 350 رحله طيران بين دوليه وداخليه. الرحلات دي مصر الطيران بتشكل فيها يعني اكثر من 40%، هذه الرحلات بتبقى مجدوله ومنتظمه. اللي حدث ان هي هذه الرحلات المنتظمه تم اعادتها ثاني، لان هي مش رحلات جديده او توجه جديد، هي رحلات كانت منتظمه قبل التوقف اللي هو كان 19 مارس واستؤنفت تاني، ولكن بالتدريج، لان ما اقدرش مش كل الدول وافقت على انها تفتح المجال بتاع الجو للطائرات، وبالتالي هناك عدد من في 29 نقطه طيران مصر للطيران اتخذت موافقات بيهم للتوجه ليها في دول عربيه واوروبيه وامريكا. هذه الرحلات بيتم طبعا خلال الاسابيع القليله القادمه زياده هذه النقاط اللي رحلات. ايضا عمليه العدد اللي موجود على الطياره، هو العدد ده متوقف على الحجز الراكب نفسه لشركه الطيران، يعني الشركه مش ملتزمه مش ملهاش سقف لعدد الركاب اللي تنقلهم، لكنها هي رحلات منتظمه متوقفه على الجدول. طب الجانب الرقمي في هل بيلزم ان الراكب هو اللي يقوم بحجز تذكرته، هو اللي يقوم بكافه الاجراءات؟ هل في جانب رقمي في الموضوع تم الاستناد عليه؟ هو الشركة الوطنية اللي احنا خلينا نتكلم بالشركة الوطنية، الشركة الوطنية بتفضل بنسبة كبيرة جدا ان الراكب يتعامل مع الانترنت او يتعامل مع يعني من خلال الايه التواصل، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي او الحجز على النت يعني، وبالتالي ان الراكب بيتصل بالشركة وبيقوم بعملية الحجز للمكان. طبعا المكان ده احنا عندنا النهارده رحله مثلا طالعه لندن، رحله لندن متوسط رحله عدد الطياره اللي بتنقله مثلا متوسط حوالي 200 راكب، في 330 380 في اكثر اقل، لكن احنا هنقول 200 الطياره اذا استوفت العدد بتاعها، وبالتالي الركاب بيتحولوا لرحله اخرى. يعني ما فيش اللي راكب عليه التزامات، وهي بقى ايه؟ التزام انه يدخل المطار بالكمامه اكيد،
انه يكون يتبع التعليمات اللي موجوده في المطار، وهي التباعد الجسدي الموجوده في المطار، في علامات موجوده في ارضيه الصالات في امام منطقه الجوازات والجمارك وشركات الطيران، في علامات محدده للراكب التباعد الجسدي بين كل راكب والثاني. ايضا عمليات ان وجود ان يكون شركه الطيران بتوفر له حقيبه من شركه وطيه بتوفر له حقيبه فيها مطهرات، عمليه الراكب اللي هو يشتبه في مثلا انه في عنده فيروس او ان هو مريض. طيب. او كبار السن. في طياره بتحدد لهم اخر مقعدين في الطياره علشان بعيد عن الركاب، وبتخصص لهم دوره مياه خاصه ومضيفه بيقوم بخدمتهم. يعني الراكب عليه التزامات ان هو عمليه التعقيم وعمليه التزام بالوزن وعمليه التزام بالاجراء الموجوده بالمطار. شركه الطيران عليها التزامات، وهي ان هي انا بعتذر للمقاطعه نظرا لضيق الوقت. سامحني استاذ محمد. استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون المطارات، اشكرك جزيل الشكر. سؤال اخير للدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. استعداداتكم يا فندم بقى، يعني احنا ان شاء الله وصل النهارده فوجين، عايزين افواج اكثر عشان حركه السياحه تعود من جديد. كيف استعدت غرف السياحه يا فندم للتعامل مع استقبال السائحين من الخارج وللعمل على زيادة هذه الحركة السياحية خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟ أنا على حسب معلوماتي واللي كنت عرفتها وكتبت كمان، إن عدد السياح كان اللي جه في مدينة الغرداء 173 سائح على طيارة، واللي عدد في شرم الشيخ حوالي 124 سائح من أوكرانيا جايين على طيارتين من كييف. الاستعدادات طبعا من وصولا من بداية من مطار وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، كل السياسات الموضوعة والتعقيم والأجهزة وقياس الحرارة وتعقيم أنا عايز أقول اللاجج أو تعقيم الشنط السائحين، وكل الإجراءات متخذة، والفنادق طبعا كلها سيرتيفايد معها الشهادات من وزارة السياحة ووزارة الصحة، واستقبالهم وتعامل المناديب السياحيين معاهم وتعامل الموظفين معاهم ووجود كل المطهرات والمعقمات، واستقبالهم طبعا بالورود والزهور وتوصيلهم الى الفنادق ودخولهم. كل ده كان معمول حسابه، لان احنا لما بنبعت كغرف شركات سياحه واصحاب شركات السياحه اللي بتعمل في السياحه الوافده والمستجلبه، كان مش بيسالوا بس على الفندق وكام ستارز، هم عارفين ده وعارفين ان الشواطئ مفتوحه ومعقمه وكده، ولكن كانوا بيسالوا دايما الاوبريشن بره او التور اوبريتور او السبلاير او الوكيل عن الاجراءات دي كلها، فكنا بنبعت لهم كل الاجراءات اللي مدخلها مصر تبع سيرتيفايد او مؤهله من منظمه السياحه العالميه للاستقبال ده. فطبعا هتزيد الفتره القادمه، واحنا منتظرين قرار طبعا اكيد من وزاره السياحه. النسب عندنا حتى الان 50% في الفنادق، لو وزاره السياحه بعد فتره قررت ان النسبه دي تعلى فهنمشي تبع النسبه دي، لكن احنا دلوقتي عدد الفنادق بتزيد اكتر واكتر اللي بيحصلوا على الشهاده دي عشان استقبال مزيد من الافواج السياحيه. وبعدين 173 راكب لما يبقى على طائره، ده عدد كبير يعني مش صغير، على طياره شارتر اكيد، وكذلك ال 124، فدي اعداد كويسه طبعا، وده معناه ان الموضوع اول رئيس يا دكتور حسام. بالتاكيد الدكتور حسام هزاع، عذر المقاطعة، دكتور حسام وزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، شكرا جزيلا ليك يا دكتور حسام. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل لكم لختام هذه الحلقة من النيل مباشر. غدا نتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.